ومتابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة في استكمال هذه السلسلة الناجحة من سباقاتنا المحلية القوية التي تنظم على أرضية ميدان الشحانية بالإشراف الكبير والتنظيم المميز للجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وإخوانه أعضاء اللجنة. هذا هو شوطنا الأول، باكورة انطلاقات هذا السباق المحلي الخامس في مرحلته الأولى، مع منافسات ستكون حاضرة هذه الأمسية بإقامة 14 شوطا مخصصة لسن الحقائق في انطلاقات مفتوحة وأخرى خاصة بالإنتاج. هذا هو الشوط الأول، شوط مفتوح مسافته 3 كيلومترات بمشاركة شعارات قوية، بمشاركة الشعار الكبير، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني. هذا الشعار الذي سيطر على منافسات سباقنا المحلي الرابع من خلال فوزه ب11 شوطا في ذلك الموعد. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قناة الريان الفضائية، ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الحقائق البكار، شوط سنكتشف من خلاله الحقائق، وسوف نتابع هذه المستندات، سوف نتابع هذه الأوراق التي تلعب بها هذه الشعارات وتلعب بها هذه الأصايل. إذن مشاهدينا الكرام، على بركة الله ابتدانا، باسمه نستعين. أنطلق مع المركز الأول لأجد روعة في روعة هذا الحضور، في روعة هذا المساء، روعة تقود المشتركين بشعار سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، يضم الروعة حميد بن محمود بن مرشود. أما المركز الثاني أتابع الانطلاق، حذاري تأتي في المركز الثاني، حذاري كل الحذر، أحذركم من حذاري. من تنطلق في المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، ضمرها محمد بن مخيت بن برقان بن مقارع. الدور دور المركز الثالث، يا سلام، شوفوا الدخول من قبل هيمنة. هيمنة تتسلل الآن بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، يضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. الدور على اعتزاز من تحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، يضمرها الصارم محمد بن مخيت بن برقان. الدور دور المركز الخامس، مزنا لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود آل ثاني، يضمرها السيد عبد الرحمن الكبيسي. ولكن أعود إلى حذاري، أحذركم مرة أخرى، تحذير للمرة الثانية من هذه البكرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه حذاري تنطلق في المركز الأول، تنطلق بالتصميم الكبير، تنطلق بالعزيمة التي لا تلين لتسيطر على مجريات الأمور. حذاري تحتل المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، ضمرها الصارم محمد بن مخيت بن برقان بن مقارع. المركز الثاني اعتزاز، تعزز من موقف شعارها وتنطلق في المركز الثاني لتقدم التعزيز، تقدم الدعم والمساندة. الكيل الأخير أمام اعتزاز، أمام حذاري، الشعار الغرفاوي بدأ يشكل الخطورة. يا سلام، وصلت الشاهينية وانطلقت في ثاني المراكز بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، يضمرها السعيد بن راشد الزعبي صاحبة أفضل توقيت. يا سلام، حذاري
حذاري على المركز الأول. المركز الثاني شاهينية حذاري عصاها في البطان بدون أي أوامر، لم تصدر الأوامر عليها من الصارم حتى الآن. أنت صارما أيها الصارم، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد الثاني ينطلق مع حذاري الذي سبق وأن حذرت منها في مناسبتين ماضيتين. هذه حذاري تنطلق مع المركز الأول العصاقوس حتى الآن. الراكب الآلي محنط محنط تحنيطا كاملا. هذه حذاري التي انطلقت في المركز الأول، وتحية من الجماهير، تحية من العشاق الذين ينتمون إلى مدارس الكبار، صغيرة في العمر ولكنها كبيرة في عطائها. بدون أوامر تصل حذاري إلى خط النهاية. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المركز الثاني، الشاهينية للشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني المركز الثالث. جاءت في اعتزاز أيضا للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المركز الرابع. جاءت فيه هيمنة لهجن الشحانية أما المركز الخامس فكان من نصيب سيادة أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. إذن مشاهدين الكرام هكذا تنتقل السلامات مباشرة من هنا من ميدان الشحانية إلى عين خالد، حيث ترسل السلامات لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني. تهانينا لسعادته على هذا الفوز. والتوقيت توقيت ممتاز، 4:16 جزئين من الثانية. تابعوا هذا التوقيت وكيف تسجل رغم أن الأوامر لم تصدر مباشرة على حذاري. تهانينا للصارم مضمر حذاري محمد بن مخيط بن برقان بن مقارح. الشاهينية حلت في المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره 4:18 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، والتهنئة للمضمر سعيد بن راشد الزعبي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الشاهينية وتوقيتها 4:22 جزئين من الثانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، والتهنئة